السلام عليكم. حين تسكن القدس قلوبنا وتستوطن أرواحنا العطشة للحرية سنسكنها، وحين تكون فلسطين همنا الأكبر ستزول همومنا كلها. فلتبقى القدس بوصلتنا، ولتبقى عيوننا على المسجد الأقصى المبارك الذي ينتظر الرجال. يا وطني، سامحني إن كنت أسأت، سامحني إن كنت سرقت، سامحني إن كنت غفلت أن أحمي مجدك يا أغلى من روحي أنت. لكن اطردني للمنفى القاسي، إن خنتك يوما يا وطني فخيانة شهدائك موت. يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل، فصف الكتائب أساده ودك به دولة الباطل. لنا القدس يا أمة قادها ليوث العباد مدار الزمن، هتاف الجدود هنا جاءها يصوغ بعزم الوطن. أيا حافر الصخر في جوفها، ويا مشعل النار فوق الحصن، بك الوعد صدق وإنا لها لأجلك قدس حرقنا السفن. الطائرات بها أبابيل نار تدق العفن، وعودات شعب إلى أرضه نشيد انتصار وغالي الشدن. لأمتنا يا حصون الفداء، فلبوا من الشام رغم الأسى وتنتفض القاهرة واليمن. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين في حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين الفضائية، وكذلك في هذه الحلقة التي نناقش فيها موضوعا مهما، حيث أن حركة حماس، حركة المقاومة الإسلامية حماس، قد مر على تأسيسها 30 عاما، وهذه الأعوام حملت العديد من التجارب الدعوية والفكرية والكفاحية والجهادية. وهذه التجارب التي خاضتها حركة المقاومة الإسلامية حماس جعلتها تتقدم كثيرا عن نظيراتها في العالم العربي والإسلامي، ولكن هناك كان العديد من التحديات الكبيرة والخطيرة التي مرت فيها الحركة خلال السنوات الماضية، وبعض الإخفاقات التي أيضا مرت بها. في هذه الأيام أقامت حركة المقاومة الإسلامية حماس مؤتمرا دوليا علميا يناقش هذه الحركة من مختلف أبعادها، كما قلنا الكفاحية والدعوية والتربوية وباقي الجوانب المتعلقة بهذه الحركة، في محاولة لتسليط الضوء على نقاط الضعف والاهتمام بها، وفي محاولة إلى تقوية نقاط القوة في هذه الحركة التي تخوض صراعا شرسا مع العدو الصهيوني، وهذا الصراع يتمثل في جهادها على أرض فلسطين المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. يسعدنا لمناقشة هذا الموضوع أن نستضيف معنا في الأستوديو الأستاذ صادق أبو عامر، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ صادق. كما يسعدني أن أرحب عبر الخط الهاتفي بالدكتور أسامة حماد، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر حماس في عامها 30، هذا المؤتمر العلمي الدولي، وهو معنا الآن عبر الخط الهاتفي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقة. اسمحوا لنا أن نشاهد سويا هذا التقرير ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا.
المتوقع والمأمول 40 بحثا يتقدم للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي تقيمه حركة المقاومة الإسلامية حماس بمدينة غزة. بالشفافية والوضوح وسعة الصدر اللامتناهية والمعهودة، استمعت حركة المقاومة الإسلامية حماس لجملة من القراءات في واقع الحركة بدءا من مراحل ارتقائها ونضجها وتكيفها مع محيطها المتغير. لم تتردد حماس في أن تعتمد هذا الأسلوب في إقامة هذا المؤتمر من أجل أن تعرض كل هذه المسيرة للتقييم والتقويم، وأن يسهم الجميع في تقديم النصيحة وفي تقديم الرأي والرؤية لهذه الحركة من أجل مواصلة طريقها نحو التحرير والعودة. بدورهم ناقش الحضور الأوراق البحثية لدى الباحثين واستمعوا إلى مداخلات المتابعين لمجريات المؤتمر، كما لم يغب العنصر النسائي عن المؤتمر بين الحضور والباحثين، إذ أن حركة حماس تعتز بالحركة النسائية لديها. وما هو في أوراق البحث والتداول في هذا اليوم على جدول أعمالكم يكفي لتناول صفحات مشرقة من تاريخ الحركة وتضحياتها وعطائها في مختلف الميادين. وتنوعت أوراق البحث بين واقع حركة حماس فلسطينيا وعربيا ودوليا، كما تناولت محطات فارقة وخاضتها الحركة بقوة، إضافة إلى مرتكزات عربية ودولية أرخت بظلالها الثقيل على واقع فلسطيني معاش. وأخيرا بتغلب الحركة على ذاتها وارتقائها من حركة لحماس إلى حركة لفلسطين تعمل بدأب شديد على تحريرها من البحر إلى النهر. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيك أستاذ صادق معي في هذه الحلقة، وكذلك بضيفي الدكتور أسامة من غزة. أستاذ صادق، إذا أردنا نتحدث عن الحركة في عامها 30، فنحن نتحدث عن حركة قطعت شوطا كبيرا ومرت بتحديات أيضا هائلة إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة المهمة. أين تقف حماس اليوم في هذه المرحلة؟ نعم، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن حركة حماس اليوم بعد 30 عام من انطلاقتها هي الحركة الأكثر جدية وأكثر تنظيما والأكثر قوة وأكثر قدرة وتصميما من بين كل المكونات الفلسطينية. نعم. ولذلك يعني هذه القوة أغرت العدو الاستهدافة، وحتى التحالفات الدولية تشارك في هذا الاستهداف. حركة حماس إذا يعني عدنا إلى الخلف قليلا نجد أنها جاءت من رحم معاناة الشعب الفلسطيني. كانت منظمة التحرير وقيادة منظمة التحرير تعرضت لمجموعة من الهزائم في بيروت وفي الأردن قبل ذلك، وأيضا تم إبعادها عن حدود فلسطين مئات أو آلاف الكيلومترات. فجاء الشعب الفلسطيني، أنتج حماس كرد فعل على محاولة إقصاء أو إبعاد الفلسطينيين عن أهدافهم التحررية والوطنية. فحركة حماس هي بنت هذا الشعب في الداخل، عمليا نقل الصراع من الخارج إلى الداخل بفضل حركة حماس وفضل حالة النهوض الوطني الفلسطينية العامة. ولذلك يعني حركة حماس لا خوف عليها الآن من أن يتم اجتثاثها أو سحقها أو كذا. عبرت حماس المراحل الكثيرة والاختبارات الكثيرة بحكم أنها تتمتع بقاعدة اجتماعية واسعة جدا، جزء منها الإسلاميين أو المحافظين الفلسطينيين، وجزء منهم من يتبنى خيار المقاومة كخيار استراتيجي في مواجهة هذا الاحتلال. نعم، أشكرك أستاذ صادق. دكتور أسامة، مرحبا بك معنا مرة جديدة في هذه الحلقة، واسمح لي بالسؤال عن طبيعة هذا المؤتمر، عن مضامين هذا المؤتمر، ولماذا الآن في هذا التوقيت؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. طبعا في هذه اللحظات الحساسة من تاريخ شعبنا الفلسطيني، أرادت حماس أن تعرض نفسها في هذه الظروف الخاصة بالذات أمام شعبها من أجل إنضاج تجربتها ومن أجل نقد هذه التجربة، من أجل أنها ملك للشعب الفلسطيني كله. فحماس تعدت الآن يعني حدود الحركة إلى مستوى الشعب كله، بل إلى مستوى الأمة كلها، وحماس بمشروعها وتجاربها ملك لهذه الأمة. فعلى الأمة أن تنظر هذه التجربة من أجل إنضاجها ومن أجل تطويرها ومن أجل
يعني النظر في ما حصل من تجارب كثيرة على المستوى العسكري والسياسي والدعوي وعلى مستوى النسائي وعلى مستوى العمل الخيري وفي تجربتنا في السجون من أجل إنضاجها ومن أجل تطويرها ومن أجل إن شاء الله رب العالمين الوصول إلى تحرير فلسطين الذي أصبح شعبنا ونساؤنا ورجالنا وشبابنا وأطفالنا يشعرون بقرب هذا التحرير إن شاء الله رب العالمين. ففي هذه اللحظات بالذات تود حماس أن ترسل رسالة العالم كله في هذه اللحظات الذي يتكالب العالم كله على حماس أن حماسة يعني تكون من الجرأة ليس فقط أن تواصل جهاده وأن تواصل تطوير صواريخها وإنما تقتحم المجال العلمي النقدي البحثي من أجل أن تواصل عملها وأمانتها على كل الصعد الأكاديمية إلى جانب ما سبق من صعود أشرت إليها. نعم، ما أهم مضامين هذا المؤتمر والأوراق والدراسات التي تحدثت عن حركة حماس وما المحاور التي تناولتموها في هذا المؤتمر؟ طبعا تضمن المؤتمر يعني إلى جانب محاوره وإلى جانب أبحاثه وإلى جانب تضمن الرسائل التي قصدت حماس أن توصلها يعني لأبناء أمتها وأيضا لأعدائها في الجهة الأخرى. من المحاور التي طبعا عالجتها حماس المحور السياسي والعسكري والمجتمعي وطبعا الإعلامي، طبعا يعني محور النساء، محور السجون، المحور الأمني. طبعا تضمنت يعني او تضمن المؤتمر العشرات من البحوث واوراق العمل التي طبعا يعني قام بها يعني قامات علميه وباحثون من داخل فلسطين ومن خارج فلسطين. يعني يكفينا شرف ان يعني قامات كبرى من قامات هذه الامه وعناوين عظيمه دينيه وسياسيه من داخل الحركه الاسلاميه ومن خارج الحركه الاسلاميه يعني شاركت جهد حماس وشاركت الفكرة من أجل أن تسهم في إنضاجها وتطويرها ونقدها نقد البناء. أرجو أن تبقى معي دكتور سعود إليك بعد قليل. أستاذ صادق، يعني عند النظر إلى هذه الحركة فنحن نتحدث عن حركة ليست حركة سياسية وليست في نفس الوقت حركة دعوية إسلامية كباقي الحركات الإسلامية، بل هي حركة تعمل في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد واستطاعت أن تنجز في مختلف هذه المجالات. هل من إطلالة سريعة على هذا الموضوع؟ بداية بالعودة إلى مرحلة التأسيس، حركة حماس عندما تأسست مباشرة وجدت موطئ قدم في خارطة العمل السياسي والوطن الفلسطيني سريعا. يعني كثير من الأحزاب تأخذ وقت طويل، لكن هي في الأيام الأولى مباشرة عندما انطلقت في 8/12/1987 استطاعت أن تفرض نفسها كقوة فاعلة مؤثرة عن طريق الانتفاضة والمواجهات وتصعيد العمل الشعبي. فإذا جاز التعبير نقول أنه في العقد الأول لحماس استطاعت أن تثبت وجودها في خريطة العمل، بينما كان هناك أحزاب وفصائل تسبقها بعشرات السنوات. العشر العقد اللاحق استطاعت حماس أن تصبح قيادة هذا المشروع الوطني الفلسطيني أو المقاوم تحديدا في شق المقاوم. نعم. صحيح حرمت حماس من أن تكون تمتلك الشرعية رغم كل الإنجازات التي تحدثنا عنها في الميادين الجهادية وغيرها، لكن على الأقل تم الإقرار بأنها الأجدر لأن تكون على رأس مشروع المقاومة. في العقد الثالث أعتقد أنها استطاعت أن تحقق ما يمكن أن نسميه الندية الدفاعية مع الاحتلال. يعني أصبحت المنطقة التي تسيطر عليها قطاع غزة حماس في قطاع غزة منطقة محرمة على الاحتلال. صحيح يمارس أشكال من العدوان مثل الحصار والخنق والاعتداءات من خارج القطاع، لكن ممكن القول أن حركة حماس في الموضوع العسكري والموضوع الأمني استطاعت أيضا أن تحقق إنجاز. لذلك هذا يعني هذه الإنجازات في مواجهة احتلال ماكر وخبيث مثل الاحتلال الإسرائيلي مدعوم وممكن عالميا ودوليا ليس أمرا سهلا، وداخل فلسطين تحديدا في ظل شرط إقليمي وشرط دولي في غاية التعقيد. لو أن هذه القوة والقدرة الفلسطينية جاءت في زمن مختلف عن هذا الزمن
كان ستكون النتائج والثمار أكبر بكثير. لنتذكر أيضا فوز حركة حماس في 2006 حصلت على 70% من مقاعد المجلس التشريعي، هذا أيضا أعطى زخم وشرعية للقوة التي امتلكتها، يعني هي امتلكت القوة والشرعية معا. صحيح أن المشروع الأساسي الآن الذي تواجه حماس محاولة تجريدها من الشرعية وتحويلها إلى فصيل هامشي، إلا أن حركة حماس ما زالت تواصل وتستمر في عنادها ويعني محاولة فرض رؤيتها على الاحتلال وحتى بعض امتداداته المحلية مع الأسف الشديد. نعم. التي نحن كفلسطينيين نرى أن لا مستقبل لهذا الفريق الحالي من الفلسطينيين. نعم. دكتور أسامة، يعني عند النظر إلى هذا المؤتمر وطبيعة الأوراق أو الأبحاث التي قدمت في مختلف القضايا، نشعر كأن حركة حماس أرادت أن تقول لهؤلاء الخبراء والمختصين في مجالاتهم أنني أريد أن أستمع إلى نظرة الآخرين أو إلى ما يقوله الآخرون سلبا وإيجابا بشكل علمي بحثي كي تستفيد بالفعل من هذا النقد، بمعنى أنها حركة تتعرض إلى النقد وهذا أمر يفيدها ولا يضرها كما تشعر باقي أو بعض الحركات الأخرى على الساحة الفلسطينية. ما أهمية النقد وما أهمية أن تستمع وتقرأ حماس ما يكتبه الآخرون عنها من أبناء شعبنا؟ طبعا كما عبر شيخنا ورئيس حركتنا الشيخ المجاهد الأستاذ إسماعيل هنية أبو العبد هنية، يعني عندما أشار إلى الأبعاد الجهادية لحركتنا ولقضيتنا، البعد الشعبي في فلسطين والبعد العربي للأمة العربية والبعد الإسلامي، وأيضا أشار إلى البعد الإنساني، فنحن جزء من شعب فلسطين وجزء من أمة العرب وجزء من أمة الإسلام، ونحن أيضا جزء من هذه البشرية، فلفت النظر إلى حاجتنا أو إلى هذا البعد الذي ينبغي أن ننتبه إليه على كل هذه الأصعدة. يعني من الأخطاء التي ارتكبتها بعض فصائل الشعب الفلسطيني التي نحيي طبعا كل جهاد وكل فصيل بذل جهدا في هذه القضية، لكن الخطأ الكبير الذي ارتكبته بعض الفصائل أنها يعني قزمت قضية فلسطين في ساحة فلسطين فحسب أو عند الشعب الفلسطيني فحسب. نحن نؤكد مثلا على البعد الإسلامي أن فلسطين أرض وقف إسلامي لكل مسلم حتى آخر لحظة من تاريخ لحظات هذه البشرية، لكل مسلم الحق في هذه الأرض المباركة، وأيضا هناك جانب إنساني، فهناك أيضا مقدسات إنسانية مسيحية أيضا، وللمسيحيين الحق، لم يرى أو لم ترى حضارة حقوق الآخرين حقوق الديانات الأخرى في العبادة كما رأت الحضارة الإسلامية. لكننا في الوقت نفسه من أهم القضايا التي يعني ودت الحركة أن تلفت النظر إليها إلى قدسية هذا الأرض، هذه الأرض المباركة، يعني أرض فلسطين عندما يخاطب النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام جمعاء عربا ومسلمين إلى أن أرض فلسطين أرض مباركة. ومثلا يعني حتى نوضح هذه الفكرة، عندما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بركة هذا الأرض وحث الناس قال عليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم الرباط وإن أفضل رباطكم عسقلان، وفي رواية أخرى أو في إشارة أخرى أشار إلى العريش، العريش في مصر أخي الكريم، وطبع عسقلان الآن في أرض 48. فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي نريد أن نبحث عنه، هذه البشريات، هذه المطمئنات، هذا التكريم، هذه اللفتات التي تطال كل الأصعدة. إذن عسقلان الأرض في أرض 48، العريش في أرض مصر، غزة التي تجاهد الآن رأس حربة إلى جانب إخواننا في الضفة الغربية وفي كل مكان من أبناء شعبنا، لكنه يشير لهذا الساحل الفلسطيني الواحد. هذا الساحل ينبغي أن يكون واحدا، ولابد أن تعود الجهود وجهود الأمة كلها إلى توحيد هذا الساحل، سواء كان يعني في أرض 48 أو في غزة أو في أي مكان، ساحل فلسطين إلى جانب السواحل الأخرى من سواحل الأمة العربية هي سواحل واحدة موحدة تحت ظل هذا الإسلام، تحت ظل هذا الدين، تحت ظل هذه القضية التي ينبغي أن تصل إلى يعني استقرارها وشاطئ أمانها. نعم، أشكرك دكتور أسامة حماد عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر حماس في عامها 30 الواقع والمأمول، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من مدينة غزة. أستاذ صادق، يعني
بالفعل الناظر إلى هذه الحركة يلاحظ أن هناك تطورا كبيرا في أدائها، وهذا التطور جاء في وقت قصير بالمناسبة، يعني سواء التطور العسكري أو الفكري في وثيقتها الجديدة أو حتى السياسي، ما سر ذلك؟ لا شك أن حركة حماس تكتسب يعني تكتسب الخبرة سريعا نتيجة بناها القابل للتجدد. حركة حماس يمكن من 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 الحركات القليلة في فلسطين تجري انتخابات يعني بشكل دوري لقيادتها، وعلى الأقل فلسطينيا هي الحركة التي لديها رئيسين للمكتب السياسي السابقين، دكتور موسى أبو مرزوق وخالد مشعل، والآن الرئيس المكتب الحالي الأخ أبو العبد هنية. فإذا حركة تمارس الشورية والديمقراطية لا شك أن لديها القدرة على تجديد دمائها، لديها قدرة على ضخ يعني أفكار جديدة ومشاريع جديدة. نعم. أنا بتصوري أن أيضا حالة الاشتباك المستمر مع الاحتلال يغذي ورافد مهم في تطوير حركة حماس. نحن لا نواجه عدو عادي، عدو يعني لديه المقدرة ولديه القدرات التي يواجه فيها دول العربية مجتمعة. فلذلك عندما أنت تضع عدوك في عدو من هذه المرتبة من هذه القدرة يكون عدوك، لا شك أنه أيضا سترتقي بإمكانياتك وتكون على قدر هذه المواجهة الحضارية والسياسية وكل بكل أبعادها المختلفة. فمن هنا أعتقد أنه حركة حماس استطاعت أن تنجز على الصعيد العسكري، وعلى المستوى السياسي امتلكت الكثير من 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 نصاب العمل السياسي، ونحن نقول أن حركة حماس بالفعل ممكن القول أنها الجاهزة لأن ترث النظام السياسي الفلسطيني بالمجمل في ظل التحلل وتآكل الكثير من 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 يعني البنى التقليدية الكلاسيكية الفلسطينية. هذا ليس حديث عن البديل، ولكن محاولة لتفعيل ما هو قائم. نعم. وتجديده وجعله أكثر فاعلية. أيضا على المستوى يعني الدعوي، حركة حماس ساهمت بشكل أو بآخر في تعزيز من خلال التحامها بالشعب الفلسطيني بتعزيز الأواصر الشعب الفلسطيني، وممكن أن نقول عوامل الصمود والالتحام في مواجهة هذا الاحتلال. ففي حتى على مستوى العلاقات، يعني حركة حماس نوعت علاقاتها من إسلامية إلى دولية. هناك على الصعيد الإسلامي لديها علاقات جيدة مع إيران، رغم أن في ذروة تصاعد المد الطائفي في المنطقة، إلا أن حركة حماس استطاعت أن تحافظ على علاقة مع إيران، أيضا مع تركيا كدول مهمة جدا، حتى مع مصر التي تواجه يعني أو دخلت صراع عنيف مع الحركة الإسلامية، إلا أن حماس بإدراكها لحقائق الجغرافيا والسياسة استطاعت أن تبقي نوع من هذه العلاقة وتدير هذه العلاقة بنوع من الكفاءة. حتى مع السلطة الفلسطينية على الرغم من محاولات فريق من السلطة الزج بصراع وتحويله إلى صراع صفري، إلا أن حماس لديها من المرونة والتكيف مع هذا الصراع من أجل عدم مده وعدم تحوله إلى صراع يتحول لحرب أهلية على سبيل المثال ويستفيد منه الاحتلال. حركة حماس بالفعل يعني رغم كل هذه الإنجازات تحتاج أيضا في المقابل، حتى نكون منصفين، هذا ما كنت سأسأل بخصوصه، إلى بعض النقد. وكنت أتمنى يعني أن تكون هذه المناسبة مناسبة عقد مؤتمر علمي حول حركة حماس أن تستضيف شخصيات من خارج حماس وشخصيات معروفة حتى بنقدها السلبي والشديد لحركة حماس، لأنه النقد لا شك أنه يساهم في عملية تصويب القرار ويساهم في على الأقل التعرف على صورة حماس من الخارج. ومن هنا يعني ممكن يعني إذا كان المتسع بكل النقاش بكل تأكيد. يعني أنا كنت سأطرح السؤال التالي، هو أن هذه الإيجابيات في الحركة لا تنكر، ولكن هناك بعض السلبيات، ربما منها على سبيل المثال أن حركة حماس حسب ما يقول الخبراء والمراقبون تتأخر أحيانا في اتخاذ القرار، بالتالي هذا يراكم بعض السلبيات لديها، ودليل على ذلك أنها تأخرت في موضوع المصالحة على سبيل المثال، تأخرت في بعض القضايا المتعلقة بالشأن أو بملف الوطني الداخلي، تأخرت بالانفتاح على الآخر،
كما جرت العادة، يعني هي قبل الانتخابات لم تكن هناك انفتاح واضح، اضطرت بعض الانتخابات أن تتعامل مع شرائح أكبر. هل هذه فعلا انتقادات تستحق من حركة حماس أن تتوقف عندها بالدراسة والبحث ومحاولة التغيير، لأنها تعيش جزء من مجتمع وليست كل المجتمع؟ لا شك أن حركة حماس بحكم تكوينها وبنيتها كانت في الدرجة الأولى تركز على العمل العسكري والعمل الجهادي في مواجهة الاحتلال. نعم. ولذلك كان استثمارها الأساسي في الجهاز العسكري، ولم يعني حتى ما بعد الانتخابات التشريعية لم تعطى الفرصة لتمارس السياسة بالمعنى الواسع، وبسبب الحصار ومحاولة العزل التي واجهت حركة حماس. لا شك أنه الآن حماس خاصة في دورتها الجديدة حققت بعض الإنجازات على صعيد بناء اصطفاف وطني إلى جانبها. يعني الآن ممكن القول أن أغلب الفصائل أقرب في موقفها من حركة حماس منه إلى موقف السلطة الفلسطينية. نعم. هذا يعتبر نجاح إلى حركة حماس، لأنه حماس ليس فقط يعني تعتبر هذا الأمر نوع من الواجب، ولكن تدرك أن هذا أداة من أدوات العمل السياسي في مواجهة محاولة العزل والاحتواء التي يمارسها الإقليم وتمارسها أيضا السلطة الفلسطينية بدعم من سلطة الاحتلال. لذلك أنا بتصور أنه حركة حماس لا شك أنه بحاجة إلى تطوير أساليبها ونمط تفكيرها السياسي، وضخ أيضا وجوه جديدة للعمل السياسي. هذا مسألة لها علاقة بخطاب أنواع جديدة من الجمهور. يعني الجمهور الفلسطيني المؤيد لحماس هو له طابع معين أو سمة خاصة. نحن بحاجة أن أعتقد يعني أن حركة حماس بحاجة إلى أن تمد خطابها إلى شرائح جديدة وتستقطب شرائح جديدة من خارج بنيتها التقليدية أو من خارج حاضنتها الشعبية التقليدية. نعم. بالإضافة إلى مسألة التأخر في بعض اتخاذ بعض القرارات، هل هذا فعلا واقع أم أن الحركة تكون لديها العديد من المعطيات التي قد لا تصل إلى الجمهور الفلسطيني؟ طبعا في عوامل ذاتية لها علاقة بتوزع حركة حماس ودور الجغرافية السياسية في ذلك. نحن نتحدث عن حركة حماس في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الخارج. لا شك أن انعقاد مجلس لقيادة حركة حماس في ظل ظروف أمنية وظروف كما قلنا الجغرافية السياسية المتباينة بين هذه المناطق أو هذه الأقاليم يخلق نوع من الصعوبات في اتخاذ القرار. ومع ذلك أعتقد أن حركة حماس مؤخرا نلاحظ أنها تجاوزت بعض السلبيات في هذا الموضوع، وحتى شهدنا أكثر من مرة أن القيادة استطاعت أن تجتمع كلها في مكان واحد، إن كان في القاهرة أو في غزة أو في الخارج. نعم. يعني تسعى بكل السبل. بلا شك أن الحركة أيضا تواجه مشكلة لها علاقة بنمط التهديدات الجديدة التي تواجهها كل الفواعل ما دون الدولة. يعني التكنولوجيا وحرب المعلومات الآن تشن على الدول، وكذلك أيضا على المنظمات اللي هي كيانات سياسية ما دون الدولة. هذا أيضا يخلق خطر ما في انكشاف قرارها السياسي أحيانا، ويجعل أحيانا من الصعوبة التعامل مع بعض التحديات الراهنة بشكل سريع. وهذا يتطلب بتصوري أنه يعني إعادة تشكيل حركة حماس بناء على اللوائح القديمة التي تتحدث عن وجود مؤتمر عام لحركة حماس. أنا أعتقد أن المؤتمر العام لحركة حماس سيحل جزء من مشاكل القرار ومشاكل اللي تواجهها من خطر في انكشاف قرار السياسي. هناك إشكالية تواجه حماس مع بعض اللاعبين الإقليميين والدوليين، أنها تشعر بأن الآخر ربما أحيانا يتقدم عليها بخطوات في الموضوع السياسي، وهي تتلقى بعض الضربات السياسية. هذا يحتم عليها أن تعيد التفكير في طريقة إدارتها للعملية السياسية داخلها، وربما يتطلب الاستعانة بمؤسسات جديدة، ومنها على سبيل المثال المؤتمر العام الذي هو أصلا جزء من لوائحها الداخلية. يعني إذا فعلت هذه المؤسسة في الداخل والخارج
ربما هذا يساعد حركة حماس بتجاوز بعض العقبات والمشاكل في هذا الموضوع. نعم أستاذ صادق، عند النظر أيضا إلى طبيعة هذه الحركة وعملها، نلاحظ أنها تحاول دائما أن تستفيد من تجارب الآخرين، وأعني هنا بالآخرين تجارب الحركات الوطنية على الساحة الفلسطينية، وأهمها حركة فتح. حركة فتح التي كانت حركة نضالية كفاحية كبيرة، ثم انخرطت في الشأن السياسي ودخلت في المفاوضات ووقعت اتفاقية أوسلو، ثم عادت إلى الوطن وقادت مشروع بناء الدولة. حركة حماس تحاول دائما أن تبتعد عن تلك الخطى التي سارت عليها حركة فتح، لكن على ما يبدو أن الخصوم والأعداء يحاولون جذبها إلى ذلك المربع وتلك الطريق التي سارت فيها حركة فتح من قبل، بين عدم رغبة الحركة في تكرار تجربة الماضي لحركة فتح وبين ضغط الواقع. هل أنت متخوف كمتابع ومحلل سياسي على مصير الحركة في المرحلة المقبلة؟ يعني كما قلت، هناك محاولات لجر حركة حماس إلى مربع منظمة التحرير، يعني سيرة منظمة التحرير، ولكن بحكم التجربة والخبرة لدى حركة حماس ومن موقع المراقب والمتابع لسلوك حماس، حركة حماس يعني لديها خطوط حمراء في هذا الجانب، يعني لن تتورط أبدا بدفع أثمان سياسية لقاء تجاوز عنق الزجاج، على سبيل المثال مثلا الأوضاع في قطاع غزة الإنسانية الصعبة، لا شك أنها تشكل عامل ضاغط على قيادة حركة حماس، ولكن من المؤكد أيضا أن حركة حماس لا يمكن أن تنجر أو تتورط في تنازلات سياسية ل يعني الخروج من أزمات إنسانية. هذا يعني أعتقد أنه من الخطط الحمراء. حركة حماس تناور أحيانا بين مسألة يعني تجنب مثلا الحرب على سبيل المثال، و أو عدم خوض حرب ومواجهة شاملة مع الاحتلال، وأيضا إيجاد حل إنساني مشرف للشعب الفلسطيني ريثما تمر هذه العاصفة. أنا كما قلت يعني حركة حماس مرت بتجارب أصعب من التجربة الحالية. في 96 اجتمع العالم، أكثر من 33 دولة اجتمعوا في شرم الشيخ ينددوا بحركة حماس ويعلنوا الحرب على حركة حماس أمام العمليات الإسيادية التي قامت فيها. حركة حماس في ذلك الوقت أفشلت ما يمكن أن نسميه مشروع الشرق الأوسط الكبير. نعم. الذي تحدث عنه شمعون بيرز، وهو مشروع أمريكي. فحركة بهذا الوزن وهذه القدرة وهذه الفعالية، من المؤكد أنها قادرة على تجاوز امتحان من هذا النوع. لا شك أنه طبعا هناك اشتراطات أو متطلبات لتجاوز هذا الامتحان، على رأسها العمل على تعزيز عوامل الصمود لدى الشعب الفلسطيني، وطرح برنامج سياسي واقعي خلال المرحلة القادمة، وأيضا برنامج ممكن أن نقول اقتصادي واجتماعي. ربما حركة حماس لم تتحدث سابقا في هذا الجانب، لكن أنا بتقديري أنه الآن وقت يعني حان الوقت لأن تتدارس حركة حماس مع شركائها الوطنيين لإيجاد سبل كفيلة بتخليص الفلسطينيين في الضفة الغربية أو في قطاع غزة من عمليات السيطرة الإسرائيلية في الموضوع الاقتصادي وكافة القضايا. نعم. من هنا بتقدير أنه حركة حماس لن تتورط أبدا بالذهاب نحو منزلقات سياسية كما فعلت منظمة التحرير، من أولا لأنها تدرك تماما مخاطر هذا الجانب، وحتى معلش المقاطعة، رغم عامل الضغط القوي الذي تعيشه الحركة التي تسيطر على قطاع غزة وبالتالي هي مسؤولة عن 2 مليون نسمة في القطاع، هذا عامل ضغط رهيب. نعم، ولكن لدى حركة حماس بعض الأوراق التي تجعلها تتنأى بنفسها عن تنازلات سياسية. يعني حركة حماس تملك قوة عسكرية، لا تنسى أن حركة حماس هي القوة العسكرية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، قصبة تل أبيب. نعم. ولا زالت يعني مستمر، وهذا يعني مسألة عند الاستراتيجيين يدركوا معنى ذلك، معنى أن هذه القوة الموجودة في خاصرة هذا الاحتلال استطاعت أن تجعل ملايين من الإسرائيليين تحت يعني أربكة حياتهم على الأقل، وأشعرتهم بالخطر. هذا يعني يجعل حركة حماس لديها الإمكانية على الأقل أن تساوم بامتناع أو بالحيلولة من بالامتناع عن التصعيد. نعم. مقابل الحصول على تهدئة تخرج الشعب الفلسطيني من
من من من عنق الزجاجة ومن صعوبات المعيشية التي يواجهها الآن في غزة. سيد صادق، هناك قضية مهمة جدا في الحقيقة، وهي من أكثر القضايا التي توجه فيها الانتقادات لحركة حماس، وبعضها وجهات نظر محترمة وتستحق فعلا الرد. علاقة حماس بالإقليم تكاد تكون متميزة، هي لا تريد أن تخسر أحدا من هذه الدول لأنها تحتاج الجميع ودعم الجميع، لكن في المقابل هناك دول انخرطت في قضايا تتعلق بالحرب على بعض الشعوب واستنزافها وكذا إلى آخره. وهنا أتحدث عن علاقة مع إيران، ربما يكون من الطبيعي العلاقة مع إيران، لكن ليس من الطبيعي الإفصاح عن هذه العلاقة بطريقة ما. هل تتفهم هذا الأمر؟ هل لدى هذه الوجهات وجهات النظر يعني محقة في هذا؟ نعم، يعني العلاقة مع إيران، أولا حركة حماس علاقتها بإيران عمرها عقود، يعني تقريبا من عمر الحركة، ليس جديدة يعني. ليس جديدة، يعني حركة حماس عندما كان الكثير يتغنى بالعلاقة، يتغنى بإيران كبلد يعني يواجه الهيمنة والغطرسة الأمريكية، كانت أيضا حماس لها علاقة معها. ولا يعني أذكر فقط الجمهور بأنه حركة حماس دفعت ثمن باهظ لقاء عدم انخراطها في مشاريع من هذا النوع، مشاريع قمع الشعوب العربية أو حتى السكوت على قمع الشعوب العربية للحفاظ على العلاقة مع إيران. يعني هي في مرحلة المراحل تعرضت هذه العلاقة لاهتزاز عنيف، وصمدت حماس ولم يعني تنكسر أو تنحني أمام هذه الضغوطات. ولكن حركة حماس تدرك لأنه طبيعة الصراع بينها وبين الاحتلال يحتاج إلى دعم إقليمي. الآن هذا يعني يقودنا إلى مسألة أخرى، أن من التحديات التي يجب أن تدرسها حماس في المرحلة القادمة هو فعلا البحث عن راعي إقليمي حقيقي. هو لا شك يجب أن يكون عربي، ولكن واضح أن الأنظمة العربية لا تملك إرادتها في هذا الجانب. ولكن ربما يعني تنويع مصادر هذا الدعم، إن كان إيراني وإن كان حتى تركيا ليس يعني بالضرورة أن تتقاطع مع حماس برنامجها الجهادي، ولكن تركيا تدرك أن حركة حماس تمثل نسبة وازنة من الشعب الفلسطيني وفازت في آخر انتخابات، فعلى الأقل في الشق السياسي يمكن أن تكون حليف سياسي وتشكل جسر لها إلى العالم وإلى أوروبا والمجتمع الدولي. أما إيران فهي مصدر مهم جدا لمشروع حماس الجهادي والعسكري، خاصة أن إيران ليس لديها التزامات بعض الدول. طبعا من لدى حركة حماس أيضا حاجة بتطوير علاقات خاصة مع السعودية، المملكة العربية السعودية، لأنه الدولة بوزن السعودية، والآن هي تقريبا تمثل الدولة المركزية الأهم في العالم العربي، بحاجة أن تكون لها علاقة جيدة، وأن لا تكون أي علاقة عربية إن كان مع قطر أو مصر أو غيرها بديل عن تطوير علاقة مهمة، علاقة جيدة مع السعودية. هذا بتصوري ممكن أن يخلق نوع من التوازن في علاقات حماس، ويشكل مدخل لانفراجة سياسية ما قريبة أو في المدى المتوسط إن شاء الله. أشكرك جدا أستاذ صادق أبو عامر، كاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة، كما أشكر ضيفي من غزة الدكتور أسامة حماد، وألتقيكم بعد فاصل قصير وفقرة أخرى، فابقوا معنا.
أهلا بكم أعزائنا المشاهدين. لكل مقدسي طريقته في الصمود وبصمته في تحدي الاحتلال. بائع الكعك المقدسي في البلدة القديمة له قصة خاصة في هذا الموضوع وبصمة أيضا في صموده الكبير أمام كل ما تقوم به قوات الاحتلال من محاولة خلعه من هذا المكان المبارك. فلنتابع قصة هذا البائع. حبسوني 10 سنين. قالوا لي انت مدين 800,000. قلت له عايش مدين. قال عركات شو بسبب الكعك؟ انا وصلت كيف وصلت 800,000؟ حبسوني 10 سنين. ليوم بيجوا ناس تعون الصمود بياخذوهم على الاشتي. انا بعثت لهم كعك فطور يعني قال لي الواجب انه راح اساعدهم. ثاني يوم قالوا لي ما تبيعش. يعني هون الله وكيلك متابع لنا يعني هون في ناس بروح بلغوا الشرطة وكل شيء. وهيك الشرطة انحرت كيف أنا بساعد يعني زي تحت الصمود يعني. يعني ومنعونا وصاروا ياخذونا الكعك ونرجع صارت مشاكل. أنا عندي صبر. أنا الإشي اللي منيح فيي عندي صبر كثير. يعني لما كانوا يحشرونا بالزنازيل ما اهتمش يعني أظني ولا أقول لهم يعني مرحلة كثير مرنا بالتحقيق. هذا الواحد يقول لهم بدي حمام يسبوه أبوه هذا أنا أظني ساكت. اللي منيح فيي إني أنا عندي أعصاب يعني الحياة علمتني الصبر. يعني لو حشروني بالزنازيل بصبر يعني فيش عندي مشكلة. أنا هوني الباب الخليل بحبه كتير يعني زي كيف واحد بعشق إشي يعني بحب ابنه بحب هذا. أنا هاد الشقات بعشقها كتير يعني مش مستعد أفرط يعني لا بعمل إشي بجي هوني. إنه البواصل واحد إنه البلد تعرف عليها وإنه صاحب حق صمد على حقه يعني ما تنزلش عشان حقه ما يكون الواحد رايحين نموت إحنا أول آخر يعني. لا سجن يخوفنا ولا شيء يخوفنا. هذه بلدنا واحنا ما قتلناش 6 مليون يهودي علشان احنا ندفع الثمن هذا. واخر مدة اعطونا امر يعني صاروا يشغلوا لي المدة الظاهر عشان يسيطروا علي يمسكوني من خناقة. احنا بنحارب السجن اذا بتقني شلون بكون بالسجن بعدين بطلع يعني حياة هذه. مدينة الرملة حكاية وطن محتل في هذا التقرير. مدينة الرملة أسسها الأمويون وبقيت تحت الحكم الإسلامي حتى عهد العباسيين إلى أن وقعت تحت السيطرة الصليبية وبقيت في المرحلة اللاحقة في تجاذب في السيطرة بين المسلمين والصليبيين لتقع بعدها تحت الحكم العثماني في الاحتلال الفرنسي لينتهي بها الحال في قبضة الاحتلال الصهيوني عقب الانتداب البريطاني. تقع المدينة على بعد 45 كيلومتراً عن مدينة القدس وتتجلى أهميتها في موقعها التجاري من جهة وبوصفها ممراً استراتيجياً يصل يافا الساحل بالقدس الجبل من جهة أخرى كما تمر بالمدينة الطرق والسكك الحديدية التي تربط مصر ببلاد الشام والعراق سميت بالرملة نسبة إلى الرمال التي كانت تحيط بها. ارتفع عدد سكانها من 6500 نسمة قبل الحرب العالمية الأولى
إلى 16370 عام 1946، وتوسعت مساحة المدينة تدريجياً حتى بلغت عام 1943 نحو 1769 دونماً تشغلها آلاف المباني. سقطت الرملة بيد العصابات الصهيونية عام 1948، حيث طرد معظم سكانها ودمرت بعض بيوتها، ولم يبقى من سكانها إلا القليل. فرضت السلطات الصهيونية فور احتلالها حظر تجول على المتبقين في المدينة، وأحاطت مكان وجودهم بالسياج، وباتت هذه المنطقة تعرف بالجيتو، وهم يعيشون حتى يومنا هذا في أحياء خاصة بهم كالجواريش والرباط وفي البلدة القديمة، وبعضهم يقيم في أحياء مشتركة. رفضت الحكومة الصهيونية إعادة السكان العرب المتبقين إلى منازلهم، واعتبرتهم حاضرين غائبين لعدم تواجدهم في بيوتهم عند احتلال المدينة، وأحلت مكانهم يهوداً قدم معظمهم من العراق والمغرب وليبيا والقفقاز. كما صادرت الحكومة الإسرائيلية مساحات زراعية شاسعة من ملاكها العرب، وقامت باستغلالها في زراعة الفواكه والحمضيات. عرفت الرملة منذ القدم بعض الصناعات مثل صناعة الأقمشة القطنية والكتانية، وغزل الصوف والبسط ومنتجات الألبان وزيت الزيتون والصابون. كما تعتبر منطقة الرملة من المناطق الصناعية الرئيسة، حيث أنشأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صناعات حديثة تختص في الكيماويات والبلاستيك، هذا بالإضافة إلى صناعة الأجهزة الكهربائية وغيرها. وقد تحولت أيضاً إلى مركز للأبحاث، حيث تضم 3 مفاعلات نووية بالإضافة إلى معهد وايزمان للعلوم. تضم الرملة العديد من المواقع الأثرية الهامة، منها الجامع الكبير وبقايا قصر سليمان بن عبد الملك، كما تشتهر المدينة ببركة العنزية والجامع الكبير والجامع الأبيض ومئذنته، وقبر الفضل بن عباس ومقام النبي صالح عليه السلام، مما يجعلها قبلة للسياح. وقد تخرج من الرملة عدد من العلماء ساهموا في تنشئة أجيال كثيرة من سكانها. من أشهر أبنائها في العصور الماضية الشاعر أبو الحسن التهامي، كما خرجت العديد من قادة المقاومة والجهاد، من أبرزهم القائد الشهيد خليل الوزير أبو جهاد. يا قطار يجوب المدى في حمى الوطن المفتدى. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أعطر تحيات فريق العمل، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.